السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا بكم طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي لغات في قناتكم لتسلير. عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. معاكم مس خلود. ان شاء الله النهاردة مكملين في مادة الساينس، وصلنا مع بعضنا لليسون نمبر 3. الليسون ده دسم شوية، شديد شوية، طويل بس سهل، ان شاء الله تحبوا باذن الله الشرح. فيلا بينا نبدا. جريد 6 ليتس جو. ليسون نمبر 3 بيتكلم على ان انا عندي تو ديفايدد او تو واي، طريقين او تو تايبس، نوعين من الاورجانيزمز. ليفينج اورجانيزم ار كلاسيفايد اكوردنج تو نمبر اوف سيلز. كل ما النمبر بتاعه السيل تكبر او تزيد، كل ما السيل يبقى ليها اسم. فانا عندي نوعين، يوني سيلولار، افتكرها بيونيكورن، يوني سيلولار اورجانيزم ومالتي سيلولار اورجانيزم. يبقى يوني يعني وحيد، حاجه واحده، ومالتي يعني حاجات متعدده او اكتر من سيل. اليوني سيلولار اورجانيزم بيقول لك هم عباره عن ار ليفينج اورجانيزمز ذات ذير بوديز كونسيست اوف اونلي وان سيل. واحنا اخذنا الاكزامبل ده في السيشنز اللي فاتت، اللي هي الاكزامبل بتاعه البكتيريا. البكتيريا هي عندها سيل واحده، وعلشان كده هنسميها يوني سيلولار. طب مين بقى اللي عنده مالتي سيلولار؟ قلنا كل الليفنج اورجانيزمز، زي مثلا الهيومن، زي البلانتس والانيمال. الديفينيشنز دول ديفينيشنز ار امبورتنت. كمان بيجي عليهم جيف ريزون مهم جدا، وبيجي يسالني يقول لي جيف ريزون بكتيريا ار يونيسيلولار. ليه البكتيريا بنسميها يونيسيلولار؟ قلنا because their bodies consist of one cell only، لان جسمها بيحتوي على سل واحده. نفس السؤال ونفس الفكره، a horse or a human or a plant is one of multicellular. ليه هو من المالتيسيلولار؟ الاجابه because its body consist of many cells، لان جسمه بيتكون من سيلز كتيره. تعال بقى نشوف، لو انا هتكلم على المالتي سيلولار اورجانيزم اتكلم على الاستراكشر بتاع جسمهم. فجسمهم بيتكون من ايه؟ اول حاجه او البيلدينج يونت او اصغر حاجه عندي هي السول. اجيب سول، بجوار سول، بجوار سول يديني تيشو. اجيب تيشو جنب تيشو يديني اورجان، عضو. اجيب اورجان جنب اورجانز يديني سيستم. اجيب سيستم جنب سيستم هيديني الليفنج اورجانيزمز بودي او جسم الكائن الحي. يبقى انا عندي البدايه عندي سيل، تيشو، اورجان، سيستم، ليفنج اورجانيزم بودي. تمام. تعال بقى هناخد الاكزامبل اوف بايولوجيكال اورجانيزيشنز او الفايف ليفلز اللي عندي. بيقول لي هنا لو انا هاجي اعمل الاناتومي او التشريح بتاع البنوتة دي، او همسك الديجستيف سيستم بتاعها، هاجي اقول بقى اول حاجة عندي هي السل بتاعة الجسم، وبعد السل اجيب دي يعتبر هي السل. هو بادئ بقى من حاجات صغيرة، لما تكبر شوية انت هتعرفها. اول حاجة عندي دي السل، سو السل دي لما اتكونت جنب بعضها اهو، ادي واحدة سل اهو، ودي النيوكلس اللي جواها، وادي سل كمان جنبها، وسل جنبها اهي، وسل جنبها، اتكونوا جنب بعض. اديني ايه؟ اديني تيشو. تمام. طب تيشو جنب تيشو جنب تيشو اداني ايه؟ اداني اورجان. طب جبنا مجموعه اورجانز جنب بعضهم في الدايجستيف سيستم بقى، اداني سيستم. جبنا سيستم وسيستم وسيستم جوه جسم الانسان، اداني بقى ايه؟ الجسم الهيومن او جسم الليفنج اورجانيزم. تمام. طب تعالى ناخد بقى الديفينيشن او الاستراكشرز او الفانكشنز بتاعت كل استراكشر من دول. اول حاجه السيل قلنا هي البيزك يونت اوف لايف، او البيلدينج يونت، هي اساس او الوحده الاساسيه او اصغر حاجه عندنا في جسمنا. طب ايه الاكزامبل بتاع السيل؟ قال لي الاستومك سيل، خليه الاستومك. طب هل السيل قلنا سيميلر في كل جسم الانسان؟ قلنا نو. ليه؟ قلنا انا عندي مثال مثلا زي البلد سيل نوت كونتين نيوكليس، ما جواهاش نيوكليس.
قلنا كمان في السيشن نمبر 1 ان مثلا لو انا جبت ستومك سيل هلقاها مختلفه مثلا عن البرين سيل، هلقاها مختلفه مثلا عن المسلز سيل. اوكي، يبقى السيل نوت ايدنتيكال، مش متماثله في جسمنا. تمام، اوكي. جبنا جروب بقى من السيل، جروب من السيل اداني تيشو، يبقى ايه هو التيشو؟ اجروب، مجموعه، بس خد بالك من السيميلر سيلز، دي مهمه جدا. لازم اجيب سيل تكون متشابهه، يعني ستومك سيل مع ستومك سيل مع ستومك سيل يتحدوا مع بعض، يحصل ما بينهم كومبينيشنز ويبقوا جروب ويعملوا نفس الفانكشنز او يعملوا نفس الوظيفه، هيدوني ستومك تيشوز. اوكي، نسيج المعده. تمام، هجيب اجروب بقى من الستومك تيشو، اجروب اوف، بس خد بالك هنا بقى هيبقى ايه؟ ديفرنت تيشو. طب ليه ديفرنت تيشو بقى؟ ليه هنا قلنا ان التيشو ده لما جينا كوناه اتكون من سيميلر سيلز، اما لما جبنا الاورجنز اتكون من ديفرنت تيشو. طب تعالى نرجع للرسمه، ده اورجن، ده اورجن عندنا. تمام، ايه انت شايف ايه؟ انا شايف سيل هنا مختلفه عن السيل دي. ليه؟ لان انا جسمي او الاورجن بتاعي او العضو بتاعي موجود جوه اكتر من حاجة. مثلا لو انا مسكت ايدي، ايدك الهند بتاعتك، هتلاقي فيها بلد، يبقى انا عندي سل للبلد. هتلاقي فيها انسجة، فانا عندي مش انسجة، هتلاقي فيها مثلا مسلز، فهتلاقي عندك بقى نسيج او تيشو للمين؟ للمسلز. هتلاقي فيها بونز، فانت عندك تيشو لمين؟ للبونز، او سل للمين؟ للبونز. فهكذا يعني الاورجنز عندك انت اصلا متكون من اكتر من حاجه. يبقى الاورجن عندي بيتكون من ديفرنت تيشو، بيتكون من ديفرنت ايه؟ تيشو، بيعملوا نفس الفانكشنز. وده مثلا المثال عليه هو مين؟ الاستومك. اوكي، جبنا استومك، جبنا ليفر، جبنا بنكرياس وسمول انتستنس، وحطيناهم جوه جنب بعضهم بقى زي اللي في الصوره دي عندك، كوننا مين؟ الدايجستيف سيستم. يبقى ايه هو السيستم؟ قال لي a group of different organ. organs بقى مختلفة بتعمل برضو a certain functions، الفانكشنز معينة. زي مين؟ زي digestive system. اخر حاجة بقى ال entry organism او جسم الانسان. the human body is composed of or consist of، بيتكون من بقى a group of different a system. زي مين؟ such as human, plant or animals. اوكي، يبقى انت لازم تاخد بالك ان الديفينيشنز الوحيد اللي هو السم the basic units of life، التيشو، a group of similar، بعد كده كلهم different different different. تمام، تعال بقى نكمل. تعال بقى نتكلم عن السيل بارتس او اجزاء السيل. بيقول لي ان انا عندي اجزاء بتكون متشابهة او موجودة في البلانت سيل والانيمال سيل، يعني سواء في البلانت او الانيمال هما موجودين. طب زي مين؟ قال لي زي السيل ممبرين والسيتوبلازم والنيوكلس والاورجانلز، دول بقى موجودين في البلانت سيل او الانيمال سيل. طب تعال نشوف كل واحد فيهم. اول حاجة السيل ممبرين، سيل ممبرين، والسيل ممبرين ده هو عبارة عن غشاء كده بيبقى بيحاط او بيحيط الكومبوننت لكل السيل، يعني هو عامل زي البودي جارد كده اللي بيحمي المكونات بتاعت السيل. وهو بيبقى اوتسايد، هو اول حاجه خارجيه عندي في الانيمال سيل. اما في البلانت سيل هنعرف بعد شويه ان في حاجه فوقيه اللي هي السيل وول. يبقى ايه هو السيل ممبرين؟ قال لي ات سراوندز ذا سيل فروم اوتسايد، هو بيحيط او بيغلف عندي السيل من الخارج. especially وبخاصه بين بقى the animal cell، special بخاصه في الانيمال سيل. اما في البلانت سيل هنلاقي بعد كده هنشوف الشكل البلانت سيل، هنلاقي ان في كفر بيغطيه اللي هو السيل وول. طب تعالى بقى نشوف النيوكلس، النيوكلس اللي هي دي بقى نيوكلس، مالها بقى النيوكلس؟ ده العقل المدبر بقى، ده البيج بوس. قال لي it is often located at the center of the cell، هي بتقع في المنتصف للسيل، وهنعرف الفانكشن بتاعتها. طب ايه هو السيتوبلازم؟ قال لك لا، ده السيتوبلازم ده عامل زي الجيلي، عارفين الجيلي اللي احنا بناكله؟ اهو ده بيسهل عندي ان الكومبوننت بتقدر تتحرك، هو السائل اللي الكومبوننت دي بتتحرك جواه.
وهو اسمه it is a gelatinous. gelatinous افتكرها من الجيلي كولا او الجيلي. gelatinous liquid, thick liquid, حاجة سميكة كده, which is found inside the cell, موجود جوه السل, لان الكومبوننت بتقدر او بتسهل عملية تحرك الكومبوننتس الاخرى جوه السل. اخر حاجة عندي النهاردة, لان احنا هنتعرف على حاجات كتير, اخر حاجة عندي في البارت ده الاورجانلز. ايه الاورجانلز دي؟ قال الاورجانلز دي هي حاجات صغنطوطة, اهي 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 هناخدهم بالتفصيل شوية كده. الاورجانلز بقى they are different tiny structures, هي يعني ملهاش شكل محدد, لانهم هم اكتر من واحدة inside the cell. Each type, كل نوع منها من الأورجانل ده has a special functions, ليه functions معينة. يعني ايه؟ يعني ده بقى ده أورجانلز وده أورجانلز وده أورجانلز بيعملوا وظيفة معينة هنعرفها بعد شوية. الجرين ده أورجان والجرين ده أورجانلز هنعرفها بيعملوا نفس الفونكشنز هنعرفها بعد شوية. يبقى انت دلوقتي تعرف يعني ايه سيل ميمبرين, وان هو عبارة عن surround بيحيط السل من الخارج من الاوتسايد. تعرف النيوكلس قلنا دايما بتبقى في السنتر. تعرف السيتوبلازم ان هو جيلاتينيوس ليكويد او سيك ليكويد. تعرف الاورجانلز وقلنا هم عباره عن different tiny structures, تركيبات باشكال مختلفه. كل تايب او كل نوع of organs has عنده a special functions. اوكي, البنوتة والولد ده بيقولوا لك او بيعملوا كده في دماغك ريفريش, بيقولوا لك ان البلانت سيلز دي هل هي شبه اللي فوق؟ ده فيها حاجات زي اللي فوق. تعالى بقى نكمل مع بعض وانت فكر, هل البلانت سيل دي زي الانيمال سيل ولا لا؟ تعالى نشوف ذا فانكشن اوف سيل بارت بقى. تعالى ناخد واحد واحد ونعرف الفانكشن بتاعته. ده البلازما ميمبرين اللي احنا لسه متكلمين عنه اللي من جوه ده, ودي اللي في السنترز بقى النيوكليس, وده واحد من الاورجانل اسمه ميتوكوندريا. انت لازم تكون حافظ شكلهم اهو. ده كده 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 اللي هو كان هنا فوق اللي هو كان ده اسمه ايه بقى؟ عرفنا اسمه بقى, اسمه ايه؟ ميتوكوندريا. ميتوكوندريا وده اللي لونه جرين ده كده 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 ليكويدز, ده سيتوبلازم. وده حاجه جديده بقى عليك اسمها ايه؟ قسمها معايا endoplasmic reticulum. endoplasmic reticulum, endoplasmic reticulum. اوكي, الendoplasmic reticulum والميتوكوندريا وحاجه تانية هناخدها بعد شويه من الاورجانل, عباره عن اورجانل. اورجانل يعني كل واحد بيعمل structure functions محدده. تعال ناخدهم واحد واحد. اول حاجه السيل ميمبرين, سيل ميمبرين او البلازما ميمبرين, نفس المينينج ونفس المعنى. السيل ميمبرين او البلازما ميمبرين بيعمل ايه؟ اول حاجه it surrounds the cell from outside, عرفناها. ايه الفانكشنز بتاعته؟ قال ده البودي جارد. it protects the cell, بيحمي السل. it controls, يقول مين يدخل ومين يخرج. it controls the substance, بيتحكم في المواد that can enter or leave the cell, بيتحكم في المواد من خلال يقول مين يقدر يدخل السل ومين يقدر يخرج من السل, من خلال خاصية هنعرفها اخر السيشن ده اسمها selective permeability. تاني, يبقى الفانكشنز بتاعت السيل ميمبرين او البودي جاردز او الجاردز بتاعنا اللي هو it protects the cell, بيحمي السل. it controls the substance, بيتحكم في المادة او المواد اللي بتقدر enter or leave the cell من خلال حاجة اسمها selective permeability, هنشرحها اخر السيشن ده. طب الاورجان, مش الاورجانز بقى, البارت التاني من مكونات السل النيوكلس. قلنا النيوكلس دي اللي موجوده في السنتر, وقلنا دي العقل المدبر بقى. اللوكيشن بتاعها موجود at the center of the cell. طب بتعمل ايه؟ قال it controls all the cell activity, هي بتتحكم في كل الاكتيفيتيز والنشاطات بتاعت السل. كمان ليها دورين مهمين جدا 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 جدا. اول حاجه فورميشن البروتين, وده الاكل بتاع السل اللي بيخليها تكبر. والسل ديفيجن to form a new cell. ايه السل ديفيجن ده؟ انا هوريك دلوقتي يعني ايه السل ديفيجن.
بعد ما شفنا الفيديو اللي بيتكلم عن السيل ديفيجن وازاي انا كان عندي سيل واحدة بعد فترة اتقسمت وبقيت ايه 2، وبكده انا عندي عدد السيل او النمبر اوف سيل بيكبر، وده اللي بيخلي جسمنا ايه ينمو. يبقى النيوكلس عندي بالفانكشن بتاعتها عبارة عن 2، فورميشن للبروتين والسيل ديفيجن. البارت نمبر 3 بقى اللي هو الميتوكوندريا، والميتوكوندريا بقى دي اللي بتديني الانرجي او مصنع الطاقة، اللي زي ار نون اس ذا باور هاوس، المنازل بتاعت الطاقة او بيوت الطاقة او المكان اللي بينتج عندي الانرجي اوف ذا سيل. نمبر 2 زي بروفايد ذا سيل ذا انرجي باي كونفرتينج شوجر، هي بتدي الطاقة للسيل من خلال ان هي بتعمل كونفرت، بتحول عندي الشوجر انتو ايه انتو انرجي عن طريق بروسيس، عملية هنعرفها في اخر السيشن اسمها سيلولار ريسبيريشن. يبقى الميتوكوندريا دي الباور هاوسز او اماكن الطاقة اللي عندي جوه السيل اللي بتدي الانرجي لكل السيل. قال لي ازاي هي بتحصل على الطاقة؟ قال لي بتحول كونفرت الشوجر لمين؟ لانرجي، عن طريق عملية اسمها سيلولار ريسبيريشن هنعرفها اخر السيشن. البارت نمبر 4 اللي هو السيتوبلازم، وقلنا ده هنفتكره بالجيلاتينيوس او الجيلي كولا او الجيلي اللي احنا بناكله. قال لي اتز اجيلاتينيوس ليكويد، عباره عن ثيك ليكويد يعني سميك كده لزج زي الميديسن او الدواء. انسايد ذا سيل ان ذا ويتش اول اذر سيل بارتس فلوت، كل الاجزاء بقى اللي احنا بنتكلم عليها دي بتسبح او بتتحرك جوه السيتوبلازم. نمبر 5 endoplasmic reticulum. endoplasmic reticulum اللي هو بيعمل assembling او بيعمل collecting، تجميع. الword assembling equal collecting يعني بيعمل تجميع. and transporting proteins. طب هو بيعمل ايه؟ مال البروتين؟ قال البروتين ده احنا اتفقنا ان النيوكلس بتصنعه، تمام. طب ما البروتين ده كل الجسم او كل السل محتاجاه، طب مين اللي هينقل بقى البروتين ده لكل جزء من اجزاء السل ياخده من النيوكلس ويوزعه بقى؟ قال لي الراجل ده. يبقى الاندوبلازميك ريتيكوليوم هو اللي بياخد البروتين بقى من السل وبيعمل له عمليه ترانسبورتنج نقل بقى لكل مين؟ السل. It help in the assembling, collecting and transporting protein inside the cell to build and repair the cell. هو ده اللي ممكن لما انت تتعور تلاقي جسمك ايه الجلد رجع زي ما كان. طب مين اللي نمبر 6 بقى اللي هو جيولوجي ابراتيوس. جيولوجي ابراتيوس قال لي it helps in packing and transporting different materials between the cell وout of the cell. يعني احنا عندنا بقى الاندوبلازميك ريتيكوليوم ده بيعمل ترانسبورتنج للبروتين انسايد ذا سيل، داخل السل بقى ما بين البارتس وبعضها. اما الجيولوجي ابراتيوس لا، ده بيعمل ترانسبورتنج المواد مختلفه اوتسايد ذا سيل بتوين السيلز. يعني لو انا عندي سل كده وسل كده اللي ما بينهم بينقل هو الجيولوجي ايه ابراتيوس، اما اللي بينقل داخل السل هو الاندوبلازميك ريتيكوليوم. ودايما الاندوبلازميك ريتيكوليوم ده بتلاقيه جنب بتلاقيه يعني بجوار كده النيوكلس. ليه؟ قلنا النيوكلس بتعمل ايه؟ بتعمل ميكنج البروتين، وقلنا الاندوبلازميك ريتيكوليوم بيعمل ايه؟ الاندوبلازميك ريتيكوليوم بياخد البروتين، بياخد البروتين اللي السل ايه او اللي النيوكلس ايه بتجمعه، تمام. تعالى بقى نشوف ايه اللي عندنا تاني. اللي نوت دي بقى خد بالك دي ايه؟ بلانت سيل. طب ويميس عرفتها منين؟ عرفتها من شكلها ان هو كده يعني عامل زي ريكتانجل كده او هيكساجون، وكمان هي مش سيركل، اوكي. طب لاحظ بقى the plant cell is surrounded by a cell wall. احنا قلنا المرة اللي فاتت ان السيل ممبرين موجود في البلانت سيل والانيمال سيل. اما البلانت سيل جواها السيل ممبرين، السيل وول ده بقى هو السيل وول، ده هو السيل ايه وول. طب ايه فايدته او الفانكشن بتاعته؟ قال لي الاول اعرف هو بيتكون من ايه. السيل وول از ميد اب اوف سبستانس، من ماده، الماده دي اسمها سيلولاس، اوكي، او احنا بنقول عليها باللغه العربيه سيلولوز. والماده دي موجوده في النبات، النبات موجود فيه السيلولوز.
يبقى السيل وول ميد اب اوف سبستانس كولد بتسمى سيلولوز. هي ا سبيشال تايب اوف بلانت سيل هاز ابيليتي تو ميك ذا فوتوسينثيسيس بروسيس. كمان عندي نوع من الاورجانيل اسمه كلوروبلاست، والكلوروبلاست دول هما اللي بيقدروا يعملوا الفوتوسينثيسيس بروسيس. طب الكلوروبلاست دي موجوده جوه الانيمال سيل؟ نو. ليه؟ لان الفوتوسينثيسيس بروسيس بس بتحصل داخل البلانت، ما بتحصلش داخل مين؟ الانيمال سيل. نمبر 5، ذا هيومن بودي كونتينز اباوت 40 تريليونز. يا لهوي 40 تريليونز، يعني مش 40 مليونز، لا 40 تريليون، يعني سيلز كتيره جدا 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 جدا. تمام. طب تعالى بقى ناخد اخر حاجتين عندنا اللي احنا قلنا هنشرحهم اخر السيشنز، السيلكتيف بيرمابيليتي. وايه هي السيلكتيف بيرمابيليتي؟ احنا قلنا ان انا عندي الانيمال سيل، عندي ده السيل ممبرين، وقلنا هو عامل زي البودي جارد اللي بيتحكم في الحاجه تدخل والحاجه تخرج. السيلكتيف بيرمابيليتي السيل بتبقى زي ما انت مثلا جسمك محتاج مثلا تروح للدكتور بعد شر عليك يقول لك ده انت مثلا عندك انيميا من قله اكل البروتين، نفس الفكره. فالدكتورز بيديك مثلا حبوب للانيميا او حبوب لزياده الهيموجلوبين اللي عندك في الدم، يبقى انت عندك حاجه ناقصه عايز تزودها، جسمك عايز يزودها. طب نفس الفكره، السيل ممبرين ده بيقدر يقول ان مثلا السيل دي محتاجه ميه، يبقى احنا ندخل لها ودر. طب السيل دي جواها كميه اماونت ودر كتير، يبقى نخرج منها شويه. طب السيل دي محتاجه نوع من انواع الكالسيوم او المغنيسيوم، ندخله. طب هي جواها زياده من الشجر، نخرجه، وهكذا. فبيختار ايه اللي يدخل وايه اللي يخرج، وده معنى السيلكتيف بيرمابيليتي، وباللغه العربيه معناها نفاذيه الاختيار او سماحيه الاختيار. ذا سيل ميمبرين allows some substances to pass، بتسمح لبعض المواد ان هي تمر through it into the cell، انها تمر جوه السيل. while it prevents، بتمنع بقى some other substances from entering the cell، تقول لهم لا سوري معلش انتوا ما تدخلوش بقى، احنا عندنا جوه زياده مش محتاجين. يبقى السيلكتيف بيرمابيليتي هي عباره عن ان السيل بتسمح او السيل ممبرين بيسمح لسام سبستانس تو باث ثرو ات انه تدخل، وبيعمل بريفنتس بيمنع سام اذر سبستانس فروم انترينج. ده السيلكتيف بيرمابيليتي. طب ايه هي السيلولار ريسبيريشن بروسيس؟ قال لي دي عمليه انا بحصل عليها من الطاقه، يعني انا عندي حاجات بحطها على بعضها بتديني طاقه. It is a process take place، بتحدث بقى inside the mitochondria where oxygen gas is used to obtain، الأكسجين ده بيستخدم علشان يديني chemical energy، بتتخزن جوا مين؟ الفود. يبقى cellular respirations هو عبارة عن أكسجين، نقدر نقول بإكواجن كده أو معادلة نقدر نكتبها كده وإحنا بنذاكر، نقول إن الأكسجين بلس الفود مع الفود عن طريق بقى البروسيس اسمها cellular respiration بيديني ايه؟ energy. اوكي، وبكده جريت، وبكده نكون خلصنا جريت 6 الليسن الطويل جدا ده. قسموا بارتس، يعني ذاكروا على كذا مره، ما تذاكروش مره واحده علشان ايه ما تستغلسوش. هو ليسن سهل جدا بس انت افهمه اكتر منك انت ايه تحفظ. اوكي يلا بقى، استنوا باذن الله حل الشيتس بتاع ليسن 3، وبعد كده ليسن 4 و 5 سهلين جدا هناخدهم باذن الله في 1 فيديوز. اوكي يلا، لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير، واعملوا سبسكرايب عندنا في القناه، وشاهدوا عندنا الساينس والماس والاي سي تي. استودعكم الله، مع السلامه.